ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبات. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل ضرايا. سبحان من لا يموت. اسمع يا آكل مال اليتامى، اسمع يا آكل مال العباد، اسمع يا آكل أموال الناس بالباطل، اسمع يا ظالم، اسمع يا جبار، اسمع يا حنيد، اسمع يا آكل مال المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين. الاستراحات لن تدوم، القصور لن تدوم، السلطون لن يدوم، الحراسة لن تدوم، المال لن يدوم، الجاه لن يدوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن قصر عابدين، اسألوا التاريخ عن كبير عائلة محمد علي. أين محمد علي؟ وأين ابنه إبراهيم؟ وأين طوسون؟ وأين عباس؟ وأين إسماعيل؟ وأين توفيق؟ وأين عباس الثاني؟ وأين السلطان حسين؟ وأين أحمد فؤاد؟ وأين فاروق؟ أين فاروق؟ وأين جمال؟ أين فاروق؟ الذي ودع مصر في مساء يوم وهو على يخت المحروسة، ووقع على عريضة التنازل عن العرش. إن هذه العروش فانية، إن هذه العروش زائلة، أما الذي لا يفنى عرشه ولا يزول ملكه فهو القائل. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر. واخفى واخفى واخفى. من هو؟ من هو؟ الله الله. من هو؟ الله. هل هناك غيره؟ لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. من الباقي بعد فناء خلقه؟ اين فاروق؟ أين فاروق يا فواريق مصر؟ أين فاروق يا فواريق مصر؟ أين فاروق الآن بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتلسم في طيب روائحها تحت عطبات الثرى؟ جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، اين فاروق؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا فواريق مصر، يا ورثة الملكية، اسألوا التاريخ. اين يا
انام الان فاروق، اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر، واين المدل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر، تسلوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فروحوا وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اما لك فيما مضى معتبر؟ يا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن جمال الرجل الذي قال فيه المنافقون ما قالوا، قالوا فيه بشرايا ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا. اجمال ما لك من بين الانام فتى في الشرق والغرب ممن ينطق الضادى، لو كان يعبد من بين الانام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. اسمعوا اسمعوا الى كلام المنافقين لكل حاكم. الى الطابور الخامس لكل من تربع على عرش مصر، لو كان يعبد من بين الانام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. فأين ذهب المعبود؟ أين ذهب الذي، أين ذهب الذي كانوا يريدون عبادته؟ أين جمال؟ بل أين عبد الحكيم الذي قتل في اليمن 50,000 من الموحدين؟ بل اين صلاح؟ بل اين جمال سالم؟ اسألوا التاريخ عن جمال سالم، وكيف تربع على كرسي القضاء في محكمة تعيسة اسمها محكمة الشعب. ودخل علي احد الموحدين المسلمين ليحاكم، فقال له اقرأ لي الفاتحة بالمقلوب، اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب بالمقلوب، اقرأها. ارأيتم الى شخص يقلب كلام الله؟ أسمعتم إلى شخص يغير ما أنزل الله؟ أين ذهب هؤلاء؟ أين جمال؟ وأين المشير؟ وأين صلاح؟ وأين جمال؟ أين أباطرة مصر؟ أين الذين قال فيهم مولانا فاستخف قومه فأطاعوه؟ انهم كانوا قوما فاسقين، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ اين فاروق؟ اين ذهب عندما وقع على عريضة التنازل وابحرت به المحروسة وعاد الى مصر محمولا على اعناق الرجال؟
الملوك لا تدوم والحكام لا يدومون والسلاطين لا تدوم، لا يدوم الا حاكم واحد، الا ملك واحد، الا اله واحد، الا جبار واحد، الا رحمن واحد، الا رحيم واحد، هو الله هو الله هو الله هو الله، ولا احد غير الله.